بسم الله الرحمن الرحيم وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم أيها الشعب السوري العظيم يا من سطرتم أروع ملاحم البطولة والعزة والشرف يا أحفاد الصديق وأحفاد خالد وأحفاد القعقاع نعلن لكم أنه وبحمد من الله وفضل تم تشكيل كتيبة باسم الشهيد البطل عبد الرحمن الشيخ علي لتنضم إلى صفوف الجيش السوري الحر قطاع جنوبي في محافظة درعا. أما بعد فإننا نعلن نحن وبالتواصل مع كافة كتائب القطاع الجنوبي من الجيش السوري الحر بأن زمن الأقوال قد مضى وأن زمن الأفعال قد بدأ وأننا بنصرة من الله سنحرر أرضنا الطاهرة من رجس قطعان الأسد وكتائبه وبأن كل مظهر عسكري أو أمني وتجهيزاته من آليات ومدرعات هي هدف لنا وبأننا سنضرب بيد من حديد الحواجز التي يقيمها قطعان الأسد ونعلن لكم أيها الشعب السوري العظيم أنكم سترون منا ما يسركم ويثلج صدوركم وأننا على درب النضال مواصلون وعلى طريق النصر سائرون ننتصر أو نموت.